سيدي حسام، يمكن لا يخفى عليك يعني خلاص ما هي إلا يعني أيام ويقبل علينا شهر رمضان، ليكم الشهر الفضيل الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بصيامه. وفي كل عام يتجدد حديث الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على المنابر وعلى شاشات التلفاز وفي المساجد، الكل يتحدث عن استقبال واستعداد لشهر رمضان. ولكن النهارده احنا جايين بقى، انت ما شاء الله يعني باحث ومن دعاة الشباب ما شاء الله مشاهير السوشيال ميديا، عاوزين نضع خطة لاستقبال شهر رمضان. كتير من الشباب بيسمع الدروس والوعظ في كل عام هو مش عارف يعمل ايه، يستقبل رمضان ازاي. قبل ما نقول له ازاي تستقبل رمضان وازاي تعد العدة لاستقبال شهر رمضان وازاي تعد خطة لاستقبال شهر رمضان، عاوزين نبين له أهمية الوقت وأهمية خاصة شهر شعبان. ذلكم الشهر يعني يغفل عنه الناس، تلاقي الناس دلوقتي في غفلة، الكل بيفكر في الطعام والشراب والفلوس ونعمل ايه وهنسوي ايه، ولا أحد يفكر في استعداد لشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر أهل غزة الأبرار على الأعداء يا رب العالمين. ما أهم حاجة القطايف يا دكتور بصراحة، يعني واحد ما كان لو ما كانش قطايف في رمضان مش هيحس هيجيبوا منين قطايف بالظبط. الله يرزقنا جميعا يا رب ويمتعنا بالمباح والحلال يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. والله قضية شهر شعبان دي قضية مهمة جدا. أنا عايز أقول لك على موضوع الاستعداد لرمضان ده كمان، يعني أنا زمان كنت دايما بسمع كلمة استعد لرمضان، استعد لرمضان، أعمل إيه يعني مش أحضر الشنطة ولا يعني أستعد لرمضان يعني، فاهمني؟ فكنت إيه بدخل رمضان كده وخلاص، يلا يعني رمضان جاي هصوم خلاص، التراويح جاي هصلي، أعمل إيه تاني؟ زي ما الناس بيعملوا خلاص، مفيش حاجة تانية أعملها يعني، صح كده؟ بس كنت باجي دايما على يوم 20 رمضان مثلا او 21 رمضان 22 رمضان حاجه كده، بعد 21 يوم من رمضان احس ان انا بقيت مستلذ بالصلاه بطريقه مش طبيعيه، والصيام بقى بالنسبه لي حاجه جميله قوي، والقران بقى بالنسبه لي مش مجرد ان الحرف ب10 حسنات، ده بقى تدبر وعمال اشوف الايات وعمال استمتع كده بالتلاوه وعمال اتلو الايات وعمال اتدبر في القران، وادخل المسجد ارتاح وامشي في وسط الناس اتبسط قوي برمضان واتبسط بالطاعات والذكر واذكر بقى مضاعفه الحسنات في رمضان فده امتى؟ 20 21 رمضان، يعني بعد 20 يوم من رمضان. فدي حصلت معايا سنتين، لما حصلت معايا سنتين فلقيت ان ده ليه بيحصل بعد 20 يوم من رمضان، يعني ليه انا من اول يوم من رمضان ما بتبسطش كده وما بستمتعش بالصلاه كده وما بحسش بالعبادات كده؟ لاني بلاقي ان ال 20 يوم دول أنا صليت وصمت زي الناس، لكن أنا قلبي مش مغسول، فما فيش حاجة عمالة عايزة تدخل. فالعشرين يوم عمالين يغسلوا 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 حد ما وصلت المرحلة إن خلاص كده قلبي نضيف فبيدخل فيه على طول الطاعات. فعرفت إن العشرين يوم دول لو بدأناهم من قبل رمضان هدخل أول رمضان بإحساس 20 رمضان. فعرفت يعني إيه الاستعداد لرمضان. عرفته بالتجربة. عرفت إن أنت لو بدأت فعلا من قبل رمضان تغسل في قلبك بكتر الاستغفار وكتر الصدق وكتر الصلاة وتمر نفسك على قيام الليل وتصوم في شعبان كما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا اغسلوا نفسكم. لو غسلت قلبك قبل رمضان في شهر شعبان هتدخل رمضان وانت حاسس يعني إيه رمضان وانت فاهم يعني إيه طاعة في رمضان. الموضوع ما بقاش مجرد ان انا واقف كده يا رب الامام يخلص متخلص يا مالك النهارده، ما بقاش كده خلاص، بقى احساس. فالاستعداد لرمضان والله انا انت عارف بجد انا والله بحس جدا بالشباب. ليه؟ انا طول عمري بسمع المشايخ، مشايخي ومعلمين اللي انا اتعلمت منهم واللي انا لحد دلوقتي تحت رجليهم، استعد لرمضان، لكن قليل قوي لما كان حد بيقول لي يعني ايه استعد لرمضان اصلا، او ايه فايده ان انا اكتر من العبادات قبل رمضان. فما كنتش فاهم، فكنت باخد الكلام ان هو صح عشان دول مشايخي، لكن انا مش فاهم. بالتجربه فهمت، لذلك انا بنقل لك بالتجربه من غير ما تفضل تجرب وتتعب نفسك كتير. انت لو اسأل مجرب ايه؟ اسأل مجرب. اغسل نفسك، اغسل نفسك صح، اغسل نفسك بكثرة الطاعات وكثرة الاستغفار وكثرة القيام والصيام قبل رمضان، تدخل على رمضان وانت بجد داخل على رمضان. ويمكن شايف ان عدم الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان عند كتير من الشباب وكتير من الناس هو ده اللي بيؤدي لحاله الفتور والكسل
والخمول اللي بيصيب كتير مع اول كده بعد 10 ايام رمضان طبعا، تلاقي المساجد بدات تقل 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 كده لغايه لما نوصل ل10 الاواخر اللي هم افضل ليالي، تلاقي المسجد ورا الامام صف ولا صفين وممكن ما يكملش صف واحد حتى. صحيح. عدم الاستعداد الجيد لشهر رمضان اهو. ما هي دي المشكله، ان انت اصل انت قلبك طول السنه عمال يعبي في الذنوب، وعمال يعبي في عدم غض بصر، وعمال يعبي في بلاوي كلنا عارفينها. فانت داخل رمضان بايه؟ ما انت مش جاهز، فعمال تعمل العبادات بس انت غاصب على نفسك انك تعمل العبادات، لانك قلبك اصلا مش مبسوط، مش مستمتع باللي انت بتعمله ده. فقلبك بيحاول مره واثنين وثلاثه بس بعد كده بيتعب، يقول لك لا انا مش حاسس. لكن لو انت غسلته من قبلها تخش وانت حاسس، فتلاقي قلبك هو اللي بيطلب الزياده. التراويح النهارده خلصت بسرعه ليه؟ بدل ما كنت بتقول ده الامام ده بيفتن الناس، اصله بيطول. تختم القران مرتين وثلاثه واربعه، بدل ما تقول هي مره كفايه او الحمد لله على كده ونحط بقى المصحف يتطرب لحد السنه اللي جايه. تلاقي نفسك بتتدبر الايه. صحيح. تدبر القران. تدبر القران. الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: تدبر ايه خير من ختمه. صحيح. تدبر القران ليه طعم تاني. فالشاهد عشان ما نفرش في المواضيع ان انت فعلا محتاج تغسل قلبك. صحيح. يعني حضرني قصه، وان كانت هذه قصه طبعا اكيد معروفه ومشهوره ومحفوظه لدى الكثير، ان جاريه يعني باعها سيدها لرجل من الناس، فاخذ سيدها الجيد واهل البيت جاهزون بادعوان الاطعمه والاشرب لاستقبال شهر رمضان، زي ما بيحصل دلوقتي كتير من بيوت دلوقتي. استقبال شهر رمضان عند كتير من الناس في البيوت ان هو ما هو ايه؟ يخزنوا الاكل، الاكل والشرب. فقالت: يعني لما تصنعون هذا؟ قالوا: لاستقبال شهر رمضان. فقالت: وانتم لا تصومون الا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنه كلها عندهم رمضان. ردوني اليهم. فرجعت الى سيدها الاول: هل ممكن نوصل للمرحله دي ان السنه كلها تكون عندنا رمضان؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك نعم. برمضان. جميل. والله بص، رمضان زي ما حضرتك كده تفضلت في الأول وقلت إن الصحابة كان محور حياتهم كله رمضان. قبلها بست شهور يدعوا رب نعم. اللهم بلغنا رمضان، وبعدها بست شهور يدعوا اللهم تقبل منا رمضان. نعم. طب ما بين الست شهور والست شهور تاني يوم، ست شهور التانيين اللهم بلغنا رمضان. فتحس إن هو إيه؟ محور حياتهم رمضان. فكان حياة الصحابة كلهم رمضان بسبب رمضان. صحيح. ليه؟ احنا دلوقتي عايزين، انا مثلا دلوقتي شايفني على التلفزيون، التلفزيون ده ايه اللي بيشغله؟ الريموت. نعم. الريموت دوت لو ما فيهوش حجاره هيشتغل؟ لا مش هيشتغل. صح. طب لو الحجاره ضعيفه نفسك عمال تقرب ما فيش. صح كده. ففكره ان الحجاره هي اللي بتشغل الريموت، هي اللي بتخليك تشوفني دلوقتي وتشوف الناس. الحجاره بتاعتك هي رمضان. الشحن بتاع السنه هو رمضان. رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعني الله عز وجل يعتق في ايه؟ الرقاب من النار. يعني ايه يعتق في الرقاب من النار؟ يعني الله عز وجل يوفق العباد انهم يستحقوا انهم يعتقوا من النار. خلي بالك القضيه مش قضيه ان انا اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتق رقبتي، واروح بقى بعد رمضان اسرق واعمل اللي انا عايزه. هي مش كده. هي مش كده. انت لو اعتقت من النار هتلاقي نفسك بعد رمضان غير. صحيح. هتلاقي نفسك حالك تغير اصلا. يعني هو بمثابه رمضان تاهيل. هو كيف يستحق هذه الجائزه؟ لعتكم النيران. صور رمضان شهر. ربنا فتح فيه كل ابواب الجنه، واغلق فيه كل ابواب النار، وضاعف فيه الحسنات. بص كل حاجه دلوقتي متاحه لك علشان تبقى عبد كويس. ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير اللي هو امن على دعاء سيدنا جبريل عليه السلام. خاب وخسر. من ادرك رمضان ولم يغفر له. من ادرك رمضان ولم يغفر له. ليه خاب وخسر؟ اصل هنعمل لك ايه تاني يعني؟ يعني ما انا قفلت لك كل ابواب النار، وفتحت لك كل ابواب الجنه، وضعفت لك الحسنات، وعملت لك الجو اللي تقدر تعبدني فيه، وغفرت لك الذنوب، وهعتق رقبتك من النار. انت اللي مش عاوز تدخل الجنه بقى. دي مشكلتك بقى. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون.